طبعا النصر عنده ميزه اخرى يعني في السلبيه. ايه عنده جمهور الحمد لله. انا ما تكلمت في هالموضوع حقيقه يعني في موضوع الحمد لله ما تحدثت فيه ولا علقت عليه ابدا. لكن الحمد لله شوف كان صداع السنتين الماضيه وسيستمر صداع الحمد لله ما استمر هالجمهور موجود اللي راح يحطم كل شيء في النصر من اجل الحمد لله. جمهور الحمد لله هو جزء من المنتقدين، جزء كبير منه حقيقه يعني. وهذه مشكله ترى في النصر انه عنده الرمزيه. لما يتعلقون بلاعب برئيس خلاص اي تعثر لا لا نبغى فلان جيبوا لنا فلان ارحل ذا الرئيس. يا اخي مو بصحيح، اعطوا الناس فرصه ايضا تعمل. يعني احنا دائما نقول المدرب ما تحكم عليه في 4 مباريات 5 مباريات، هذول حكموا قبل يوصل. مدربين مغمورين اساسا جو نجحوا. يعني رزفان مثلا عراب الاسيويه كان حد يعرفه؟ جانا اسطوره يعني في العالم وكنا كلنا نعرفه، ما حد يعرفه. كان في السي في حقه اوكي جيد وكل شيء لكنه مو معروف عالميا وحقق اللي ما تحقق. الحين عند الهلال انا اتكلم دائما مقارنات دائما الهلال والنصر، جاردلي ترى فيه يعني جمهور الهلال تغنى فيه كثيرا لما وقعوا معه مع تعثرات الدوري قبل الاسيويه، كان بعضهم يصفوا بالسباك وانه يدهم على قلوبهم لين الاسيويه تحقق. فهذا الجمهور قلت لك سلبي، جمهور حمد الله ايضا سلبي، وهذا راح يضر النصر كثيرا حقيقه. اضر النصر سابقا بيضره حاليا وبيضره مستقبلا اذا استمر. وانا رسالتي لهالجمهور والله العظيم فعلا رساله، اذا انت تحب فعلا حمد الله اكثر من النصر يا اخي روح شجع حمد الله واترك النصر. ابد ترى حمد الله بكره بيلعب له في نادي يا في قطر يا في الامارات مو بجالس عاطل. روح شجع ذاك النادي واترك النصر في حاله اللي يحبونه. صحيح يعني سنتين الادارات السابقه ما هي قادره تتعامل مع حمد الله بسبب هالضغط بسبب هالمحبين والعاشقين الحمد لله اللي قدموه فوق النصر.